أما سؤالك هلما جرى من أنه النطق غير صحيح، هلما جرى وذلك لأن هلما اسم فعل أمر وجر مصدر جر يجر جر، ليعلم أولا أن ابن هشام شكك في عربيتها أصلا هذه الجملة. ثانيا ليس المقصود السحب الحسي. ثالثا أنها أسلوب خبر كقوله عز وجل فليمدد له الرحمن مدا. رابعا بعضهم أعربها حالا كما في نهاية غريب الحديث والأثر، وبالتالي فتغليط الناس في هذا يحتاج إلى تحقيق.